الدرس رقم 14، الأعداد من 0 إلى ماذا؟ 999. الكلام هذا ما معناه؟ لا توجد الألف، وهو قال عدد الألاف هنا في الحساب الذهني، تعيين عدد العشرات والمئات والألاف. الألاف التلميذ ما زال لم يدرسها. هذا الدرس رقم 14. الدرس رقم 14 هنا ما زال لم يدرس الألف. العدد ألف هو الحصة القادمة، العدد ألف. وبعد الحصة القادمة يتعامل 9999 وما إلى ذلك. إذا التلميذ هنا في الدرس رقم 14 لم يعرف بعد العدد ألف، فكيف نطلب منه الحساب الذهني بالعدد ألف؟ ولكن نحترم نص السؤال، نحترم نص السؤال. تعودنا في هذا المسلسل وفي على هذه القناة احترام نص السؤال مهما كان. تعيين عدد العشرات، المئات، الآلاف في عدد. نختار أمثلة. نتعلم أولا قراءة الأعداد بالآلاف. هذا 9000. نتعلم قراءة هذه الأعداد. كيف نقرأ هذا؟ نقرأ هذا بهذه الطريقة. هذا 9000، هذا 9000 وزيادة، 7000 وزيادة، 2000 وزيادة، 9000 وزيادة. هذه 9000 هو قراءة جديدة لهذا اليوم. وتعودنا قراءة هذه الأعداد بثلاث أرقام. بهذه الطريقة انتهى مشكل قراءة هذه الأعداد. نأتي الآن إلى ملء جدول مثل هذا. عدد العشرات، عدد المئات، عدد الآلاف. الطريقة بسيطة جدا. كوبي كولي، كوبي كولي. إذا قال عدد العشرات، إذا قال عدد العشرات نخفي الرقم الأول. عدد المئات كوبي كولي. إذا قال رقم المئات نخفي الرقمين. كوبي كولي. إذا قال عدد الآلاف نخفي ثلاث أرقام فقط. بهذه البساطة عدد الآلاف هو 9. أصل الفكرة هو الآلة الحاسبة. نجرب مع هذا العدد 9754. عندما أقسمه على 10 هو عدد العشرات، ستكون الفاصلة تغطي الأربعة. الأربعة غطيناها، بقي 975 هو حاصل القسمة. وإذا قسمنا على 100 نخفي رقمين، وإذا قسمنا على 1000 نخفي ثلاث أرقام. إذا حاصل القسمة هو الجزء الصحيح. هذه الفكرة. الحساب الذهني ينتهي بملء هذا الجدول. إذا الحساب الذهني انتهينا منه. أكتشف، يبين الجدول المسافات بالكيلومتر بين مدينة الجزائر، بين مدينة الجزائر ومدن أخرى. مثلا هنا الجزائر غردايا. كيف نقرأ هذا الجدول؟ نقرأ بهذا الشكل. هذا العدد، هذا العدد، هذا العدد هو المسافة بين الجزائر وغردايا. هذا العدد هو المسافة بين الجزائر وورقلا.
المسافة بين الجزائر وسطيف؟ المسافة بين الجزائر وعنابة؟ بين الجزائر وباتنا؟ المسافة بين الجزائر وبجاية 230 كيلومتر. المسافة بين الجزائر ووهران هي 402 كيلومتر. هذه طريقة القراءة. استعن بالخريطة وأجب. هذه خريطة الجزائر. خريطة الجزائر فيها جزائر، بجاية، عنابة، سطيف، غردايا، ورقلة، تيميمون، تمنغست، وهران، تلمسان، بشار، الجزائر، وهران. قرأنا الولايات، الصورة غير واضحة هنا، انظر لكتابك. مقارنة مسافتين. معناتها مقارنة مسافتين، من هي الأطول ومن هي الأقصر؟ قارن المسافة بين الجزائر وكل من وهران وباتنا، اشرح طريقتك. المسافة بين الجزائر ووهران هندسيا على الخريطة، والمسافة بين الجزائر وباتنا. الآن كيف نفعل؟ قارن المسافة بين الجزائر وكل من وهران وباتنا. نشرح طريقة العمل. هذا جدول، نحتاج المسافة بين الجزائر ووهران. نتخيل هذه غير موجودة، هذه كلها غير موجودة، نتخيلها غير موجودة. هذا الذي يهمنا، يهمنا هذا فقط. المسافة بين الجزائر ووهران هي 402 كيلومتر. المسافة بين الجزائر وباتنا نفس الطريقة. أين هي باتنا؟ هذه هي. إذن هذه نتخيلها غير موجودة، وهذه لا نهتم بها، ونعتني بهذه فقط. الآن هذا الجدول ماذا يعطينا؟ ماذا أهتم؟ أهتم بالأعداد. الأعداد هنا 402، وهنا 390. عندي ماذا؟ عندي 402 وعندي 390. 390 أصغر من 402، 402 أكبر من 390. الكلام النهائي ماذا أقول؟ كيف أجيب نهائيا؟ نقول المسافة بين الجزائر ووهران 402 كيلومتر أكبر من المسافة بين الجزائر وباتنا والتي تساوي 390 كيلومتر. بهذا ينتهي الجزء الأول من أكتشف. الجزء الأول من أكتشف ينتهي هنا بهذا الجواب. شرحنا طريقة العمل. كنا أنجزنا هذا التمرين، مقارنة المسافتين بين الجزائر وكل من وهران وباتنا. وهران 402، باتنا 390. كيف نقارن بين 402 و 390؟ هذه سهلة. من عنده المئات أكبر هو الأكبر. إذا هو قال اشرح طريقة عملك، يبدو يشبه هذا التمرين.
يبدو هناك تشابه بين الثمانين، ولكن عندما تقرأ هنا تفهم. لمقارنة عددين ذو ثلاث أرقام أقارن رقم المئات ثم أقارن رقم العشرات في هذه الحالة. إذن هذا المطلوب في الشرح، الشرح أنك ستقارن عددين مختلفين في عدد المئات، هذا الجزء الأول. الجزء الثاني ستقارن عددين لهما مئات متساوية، الجزائر عنابة 500 وزيادة، وجزائر غردايا 500 وزيادة. كيف ستقول هنا؟ ستقول هنا كلام مختلف، ستقول هنا كلام مختلف. إذن هذه العددين لهما نفس الجزء ونفس المئات وتقارن بينهما، هذه خطة التمرين. إذن مدام قال اشرح طريقة عملك في الجزء الأول، الشرح هو هذا: بحثت عن المسافة بين الجزائر ووهران ووجدتها 402 كيلومتر، ثم بحثت عن المسافة بين الجزائر وباتنا وجدتها 390، وهران 402، باتنا 390. أصبح السؤال كيف أقارن بين 402 و390؟ هذه سهلة، من له المئات أكبر هو الأكبر. السؤال الثاني مقارنة مسافتين، نتكلم عن الجزء الثاني. بالنسبة للجزء الأول أكملناه، استعن بالخريطة، الخريطة الجزائر عنابة، الجزائر عنابة والجزائر غردايا، الجزائر غردايا، هذه الخريطة. كيف نفعل؟ كيف نفعل؟ كما فعلنا في الجزء الأول، نسأل عن الجزائر وعنابة. نحضر هذا الجدول، نحضر هذا الجدول. الجزائر عنابة، أين هي عنابة؟ هنا. نتخيل هذه غير موجودة، نتخيل هذه غير موجودة، هذه الجزائر عنابة. الجزائر غردايا، الجزائر غردايا، أين هي غردايا؟ هنا. نتخيل هذه غير موجودة. عندي الآن غردايا وعندي الآن عنابة، نستخرج الأرقام فقط. هذان عددان لهما نفس المئات، من هو الذي له عشرات أكبر؟ هو هذا. إذن علامة الأكبر متجهة هكذا، ونعلق نفس التعليق: من هو الأكبر؟ الذي لديه عشرات أكبر. إذا كانت المئات متساوية، الأكبر من لديه عشرات أكبر، والأصغر من لديه عشرات أصغر. إذن الجزائر غردايا 596، الجزائر عنابة 535، 596 أكبر من 535، أو نقرأ بالفرنسية 535 أصغر من 596. شرح طريقة العمل: بحثت عن المسافة بين الجزائر وغردايا ووجدتها 596 كيلومتر، ثم بحثت عن المسافة بين الجزائر وعنابة ووجدتها 535 كيلومتر. أصبح السؤال كيف أقارن 596 و535؟ الفكرة بما أن المئات متساوية، من له عشرات أكبر هو الأكبر، لهذا حصلت على هذه النتيجة، ومن له عشرات أصغر هو الأصغر. انتهى التمرين الثاني في اكتشفه.
التمرين الثالث، رتب تصاعديا كل المسافات الواردة في الجدول. رتب تصاعديا، تصاعديا أنا أصعد، تصاعديا من الأصغر إلى الأكبر. الآن من هو أصغرهم؟ من هو أصغرهم؟ من له أصغر مئات؟ نبدأ بهذا العدد. هذا العدد فوقه، هذا العدد تحته، هذا العدد هو المرجع. هناك طريقة، هذا العدد 535، أمامه 300، أسفله 200، أسفله 400، أسفله. إذن نقسم الآن بهذا الشكل، نختار مرجع آخر، من هو أصغر المئات؟ 200، 300، 200. نختار مثلا هذا، هذا أصغر المئات. الآن 270 فوقه أو تحته؟ فوقه. لماذا؟ لأن لها نفس المئات والعشرات أكثر، 7 أكثر من 3. إذن يبدو أن الترتيب سيكون هكذا، 203، 270، 300 سهلة، عدد مئات أكثر، 400 وزيادة أكثر من 300 وزيادة، 500، 500، من الأكثر؟ هنا وهنا، من الأكثر؟ لهم 200 متساويتان، من الأكثر؟ من الأقل لأضعه هنا؟ 3 أقل من 9، وهكذا وهكذا. إذا الترتيب هو هذا، الترتيب هو هذا. إذا رتب تصاعديا كل المسافات الواردة في الجدول، نرتب تصاعديا. إذا نصعد من الصغير إلى الكبير، هناك طرق مختلفة، سلم مثل هذا بهذا الشكل، هذا درج بهذا الشكل، درج بهذا الشكل، ثم كما كان منذ قليل، كما كان منذ قليل الدرج هو هذا، الدرج هو هذا، هو هذا. بهذه الطريقة، هذا الترتيب التصاعدي. رياضيا كيف نجيب، كيف نجيب رياضيا على هذا التمرين؟ كيف نجيب؟ أصغر رقم 230، 230، 230 أصغر من بهذا الشكل، بهذا الشكل 203، 207، 309، 402، 535، 596، 800، ونجيب هكذا، ونجيب هكذا. انتهى جزء اكتشف انجز قارن بين كل عددين باستعمال احد الرموز، اصغر اكبر تساوي 900 زائد 10 زائد 3 و 931، 5 زائد 20 زائد 300 و 325، 701 و 177، 99 و 101. أول شيء، هناك من يخطئ في رمز أكبر وأصغر. ثلاثة أصغر من 10، لاحظ الفم، كأن هناك ثلاثة تفاحات
وهناك 10 تفاحات والفم متجه لأكبر عدد. نبدأ بإنجاز التمرين. أول شيء هناك مشكلة في هذا التمرين، ننقل هذا السطر ونلاحظ أن هناك مشكلة. هذه الفاصلة المنقوطة وهذا حرف الواو، كم من عملية هنا؟ في الحقيقة 1 2 3 4، هناك 4 عمليات نفصل بينها بخط، نفصل بخط. ننقل العملية الأولى، ننقل العملية الثانية، ننقل العملية الثالثة، ننقل العملية الرابعة. الآن هناك مشكل آخر، أن هذا العدد يحسب أولا 913، وهذا العدد فيه مشكل الترتيب، ربما هناك من يخدعه الترتيب، ليست مرتبة مثل هذه، المئات، العشرات، الوحدات. لاحظ هنا كيف رتبها، الوحدات، العشرات، المئات، معكوس الترتيب 325. هذه عادية، ربما فيها مشكل واحد، الأحاد، العشرات صفر، هذه فيها مشكل الأخيرة، أحد عشرات مئات، أحد عشرات، أين هي المئات؟ هذا السؤال. نحن الآن في هذه المرحلة، هذا العدد حسبناه وهذا العدد معطيات، هذا العدد حسبناه وهذا أعطاه لنا، هذا العدد ننقله وهذا العدد ننقله، يبقى هذا العدد فيه رقمين، نظهر الرقم الثالث وهو صفر المئات، وهذا كما هو. أصبحت عندي أعداد كلها بثلاث أرقام، ثلاث أرقام، ثلاث أرقام كلها، وهذا ثمرة من ثمار الدرس لمقارنة عددين ذوي ثلاث أرقام، لمقارنة عددين عندهما ثلاث أرقام. إذن ثلاث أرقام هذه مشروطة، هذا فيه رقمين وهنا يقول ثلاث أرقام، إذن نظهر الرقم الثالث. أظهرنا الرقم الثالث هنا، أصبحت كلها برقم ثالث. كيف نقول؟ أقارن أولا رقمي المئات، رقمي المئات متساوية نؤجلها، متساوية نؤجلها، رقمي المئات مختلفة، مختلفة، والسبعة هي رقم المئات هنا، والواحد هو رقم المئات هنا، والسبعة أكبر من الواحد، معناها هذا العدد أكبر من هذا العدد، وينتقل العمل إلى هنا أكبر. المئات هنا مختلفة، لاحظ المئات هنا، المئات هنا هي الصفر، الصفر في المئات، وهنا المئات. هي الواحد، الصفر أصغر من الواحد، إذن هذا العدد أصغر من هذا العدد، وينتقل الكلام إلى هنا. ما هي القاعدة؟ إذا كان رقم المئات مختلف، الأكبر في المئات هو الأكبر، والأصغر في المئات هو الأصغر، وهنا أقارن أولا رقمي المئات. ننتقل إلى الأمثلة الأخرى، هذا رقم المئات متساوي، ماذا نفعل؟ نتخيله غير موجود،
ننتقل إلى رقم العشرات، ونقول أن العشرات هنا أصغر من العشرات هنا، إذن هذا العدد أصغر من هذا العدد، إذن هذا العدد أصغر من هذا العدد. نأتي إلى هذا المثال، فيه فكرة أخرى. سبحان الله، تمارين الكتاب المدرسي كلها رائعة، لا مثال يشبه مثال آخر. الجديد في هذا المثال، رقم المئات نفسه رقم المئات، رقم العشرات نفسه رقم العشرات، رقم الوحدات نفسه رقم الوحدات. ماذا سيكون؟ سيكون تساوي. إذن الجواب هو هذا، نستطيع أن نذهب إلى نص التمرين ونقسم الأعداد، نقسم السؤال بهذه الطريقة لكي أفهم أن هناك أربع أسئلة. في الكراس أضع سطر تحت سطر مثل هذا الكراس، ونظم العمل هكذا سطر تحت سطر، وأضع العلامات. هناك ملاحظة، العدد عنده رقمين وهذا عنده ثلاث أرقام، ورقم المئات لا يساوي الصفر، إذن حتما هذا أصغر من هذا. انتهينا من التمارين، أنجزوا. ماذا تعلمنا؟ لمقارنة عددين ذوي ثلاث أرقام، ذوي ثلاث أرقام، أقارن أولا بين رقمي المئات، إذا كان رقم المئات أصغر من رقم المئات فحتما العدد كله أصغر من العدد كله. 689، 701، 689، 701، هذا الرسم هو هذا. إذا كان رقم المئات متساوي نذهب إلى رقم العشرات، مثلا هنا رقم المئات متساوي، رقم المئات متساوي، لا ننظر إلى رقم المئات، ننظر إلى رقم العشرات. هذا رقم عشراته أصغر من رقم عشرات هذا، حتما هذا أصغر من هذا. 721، 732. هناك ملاحظة، حذاري، نحن نتكلم عن رقمي عندهما ثلاث أرقام. في هذا المثال أعطانا رقم الوحد، رقم المئات نفسه ورقم العشرات نفسه، فماذا نفعل؟ ننظر إلى الوحدات، هذا رقم وحداته أصغر من هذا، حتما هذا العدد كله أصغر من هذا العدد كله. 753، 759، 753، 752. بهذا نكون قد انتهينا من شرح درس، من شرح الدرس رقم 14، شرحنا الدرس رقم 14، انتهت الصفحة 28.